السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هناخد مثال على الشغل على الماس في برنامج الريفيت. هقول له نيو واقول له conceptual ماس واختار الماس واقول له open. هتفتح لي الواجهة ديت. ده ليفل ممكن نيجي نعمل عليه select واقول له copy وابدأ اطلع بيه لفوق كده شوية، هيعمل لي ليفل 2. طب اطلع تاني ليفل 3 وهكذا، فيبقى في اكتر من ليفل. كل ما نيجي نرسم لازم نركز احنا هنرسم على انهي ليفل. ممكن مثلا اعلم على دوت واقول له انا عايز ارسم شكل الاسطوانه مثلا بالشكل دوت اهو اليبس، وبعد كده هعمل سيلكت مثلا على دوت وهبدا اقول له انا عايز اليبس. بالشكل دوت اهو ابدا اعلم على الشكل ده والشكل دوت واقول له وصلهم ببعض فيبدا يعمل لي شكل زي ما انتم شايفين. طيب ممكن اعمل حاجه تانية، ممكن اعمل حاجه تانية بالشكل اللي تحت ده، بس ممكن اقول له اعمل لي كرييت فورم وابدا اطلع بالشكل ده شويه. ممكن اقول له اعمل لي روتيت للجزء اللي فوق اهو فيبدا يعمل لي زي ما انتم شايفين. ممكن اقول له لا انا عايز اعمل سيلكت الجزء اللي فوق واقول له ايديت بروفايل واغير الشكل بتاع البروفايل ده تماما. يعني لو انت حابب تغير براحتك خالص، تمام، غير او اعمل روتيت، تمام. يعني ممكن تغير كده تقول له اوكي هو هيبدا يظبط الشكل زي ما انت شايف، او ممكن تيجي على الشكل دوت من غير ما تغير فيه تعمل عليه سيلكت وتقول له روتيت وتقول له اوكي يعمل هيك بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له بقى اد ايدج وتضيف ايدج كده، ده هيفيدك ان انت ممكن تعمل سيلكت على اي نقطة وتعدل فيها فيعدل لك الشكل. او ممكن تقول له اد بروفايل على شكل كله، دوس تاب عشان اعمل الشكل كله واقول له اد بروفايل واروح مختار بروفايل. البروفايل ده هيديني ان في اي لحظة اجي اعمل سيلكت كده واحرك فيه زي ما انا عايز، تمام. ممكن تعلم على البروفايل نفسه كله او دوس تاب مرتين عشان اعلم سيلكت واقدر احرك الشكل دوت يتحرك كله معايا، او اعمل له روتيت زي ما انا عايز، او تقول له اديت بروفايل وتعدل فيه زي ما انت عايز. فزي ما انت شايف الامور سهله جدا في موضوع التعديل. طيب خليني امسح الشكل ده خالص. دلوقتي انا عايز ارسم مثلا محور ارسم عليه، اعمل سيلكت كده واقول له ريفرنس وابدا ارسم لاين من النقطة اللي هنا، هبدأ أطلع لفوق كده اهوت. ده الخط دوت هتأكد ان هو ريفرنس لاين، وممكن تقول له انا عايزه مثلا سترونج ريفرنس لو حابب. ممكن تقول له بقى ست وتبدأ تقول له انا عايز ارسم على هنا، فتقول له شو لو انت حابب تشوف هو هيبدأ يرسم فين. وبعد كده ممكن تيجي هنا من موديل وتبدأ ترسم اي شكل انت عايزه، مجموعة اقواس مثلا، ممكن ترسم سبلاين، ممكن ترسم خطوط زي ما انت عايز. يعني ممكن اجي مثلا هنا وابدا ارسم قوس مثلا بالشكل دوت، الشكل دوت، وبعد كده اعمل سيلكت على الشكل دوت وكنترول واعلم على الشكل دوت واقول له كرييت فورم فيبدا يعملها لي بالشكل دوت. بيقول لي عايزها تلف حول الشكل ولا يعمل انبساط اكسترود، فقلت له لا الف حول الشكل، فلف لي حوالين الشكل زي ما انت شايف. تقدر في اي لحظه تتعلم على الخطوط وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، تمام. هو هنا ممكن تتعلم على برضه كله وتقول له انا مش عايز 360 ده انا عايز مثلا 60، يبدا يطرح لك الجزء اللي فاضي وده الجزء اللي انت عايزه. ممكن تقول له لا انا عايز مثلا 360 بس عايز اطرح جزء منه، تمام. فانت قبل ما تشتغل تقول له ست وتقول له ده انا عايز اشتغل على ليفل 1، وتبدا ترسم جزء معين وتخليه يطرح منه. مثلا على سبيل المثال هقول له اعمل لي الجزء دوت، تمام، واعمل سيلكت عليه واقول له بدا كريت فورم واقول له فويد فورم. تعالى نبص من فوق بقى واختار الازرق واطلع، يبدأ يطرح لي الجزء اللي انا مش عايزه من الشكل بتاعي.
فانت زي ما انت شايف بيديني امكانيات حلوه جدا ان انت ترسم حاجات اورجانيك، حاجات سهله جدا، اشكال معقده، تمام، تقدر ترسم اي حاجه انت بتحلم بيها بسهوله جدا، تمام. فما تصدقش اللي يقول لك لا الريفت ما يرسمش حاجات معينه وفي حاجات ما يرسمهاش، لا مفيش حاجه يعجز عنها الانسان اللي بيفكر. مش بتكلم في السوفت وير، انا شفت ناس بترسم ببرنامج الرسام حاجات تحفه ما بعرفش ارسمها بالفوتوشوب، تمام. فالفكره مش في الاداء قد ما في كيفيه الاستخدام. انا وريتكم مثال بسيط، بس في حاجات معقده اكتر. في ناس بتعمل حيوانات مثلا ويحط لها برامتر بحيث انها تتحرك وهكذا. فاتمنى بس الناس تركز في موضوع الماس ده، هيلاقوه بيحلوا مشاكل كتيره اثناء الشغل.